يقول معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع، وذكر منها أن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني. ويقول رب العباد عز وجل: وإن تعفو وتصفحوا فهو خير لكم. فهل هو خير من منطلق المثوبة من الله في الآخرة؟ نعم، ولكن الخير أكثر من ذلك. حديث يبصرنا بزاوية من ذلك الخير الذي يجنيه في الدنيا قبل الآخرة من يعفو ويصفح. فقد أكدت أبحاث عديدة أن هناك علاقة وطيدة بين العفو والصفح وبين صحة الإنسان. يقول مايكل بيري في كتابه عن علاج الأمراض السرطانية: إن فقدان القدرة على العفو والصفح والمسامحة هو في حد ذاته ظاهرة مرضية تؤثر سلباً على صحة الإنسان. ويضيف قائلاً: إنه من المثبت علمياً أن التوتر العصبي الناتج عن عدم العفو والصفح والمسامحة يضر بالجهاز الهضمي والأوعية الدموية ونظام المناعة في الجسم.